ادانت وزاره الصحه الفلسطينيه في بيان لها اعتداء الاحتلال على المرافق الصحيه فبعد تضرر مستشفى الشهيد محمد الدره في قطاع غزه نتيجه غارات جويه من قبل الاحتلال اصيب عدد من المرضى العاملين في مجمع فلسطين الطبي بالقنابل الغازيه والرصاص المعدني المغلف بالمطاط عقب اقتحام جيش الاحتلال لمدينه رام الله حتى المرضى على أسرة الشفاء داخل المستشفيات في فلسطين لم يسلموا من همجية وانتهاكات جيش الاحتلال فبعيدا عن أي معايير للإنسانية سجل الاحتلال خلال يومين اعتداءات على مرافق صحية فبعد أن ألحقت الغارات الجوية على قطاع غزة أضرارا بمستشفى الشهيد محمد الدر الحكومي الخاص بالأطفال أمطر مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله بالقنابل الغازية وذلك بعد اقتحام المدينة ما ادى لاصابه سيده واحد العاملين بشكل مباشر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والحاق اضرار عده في المكان قامت قوات الاحتلال باعتداء على سائق الاسعاف وقامت بتكسير سياره الاسعاف التابعه لمجمع فلسطين الطبي اضافه الى الاعتداء على سيده حامل كانت في المراجعه تراجع للولاده حيث اصيبت برصاص مطاطي في الصدر والكتف والحمد لله كانت الاصابه طفيفه اضافه الى ذلك قنابل الغاز المروعه في هذا البرد الكارس اللي اصابت اقسام الكوفيد في مجمع فلسطين الطبي انت بتتخيل الساعه اربعه ونصف المرضى على سرة الشفاء ويسمعوا قنابل الغاز وبيسمعوا اطلاق عيار ناري الفوضى اللي عمت في المكان وزارة الخارجية الفلسطينية تطالب وبشكل واضح مجلس الأمن بضرورة تطبيق عقوبات على الاحتلال وذلك نتيجة انتهاكه لقوانين حقوق الإنسان إذ نتماد الاحتلال في انتهاكاته يأتي نتيجة عدم مساءلة المجتمع الدولي له نحن نؤكد ان صمت المجتمع الدولي ولا مبالاته تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق ابناء شعبنا التي تترافق ايضا مع حمله عربدات مستمره من قبل المستوطنين على شوارع وطرقات الضفه الغربيه المحتله بما فيها القدس الشرقيه هو اختبار لجديه المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته واختبار لما تبقى من مصداقيه للمجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي على الحاله في فلسطين نحن نطالب مجلس الامن الدولي بالتوقف عن سياسه الكيل بمكيالين والازدواجيه في التعامل مع القضايا الدوليه مجلس الامن ينتصر ويطبق القانون الدولي على حاله في العالم وعندما ياتي الموضوع ويتصل بالقضيه الفلسطينيه اما انه يصمت او انه يصدر بيان ادانه او شجب خجول او انه ياخذ قرار لا يطبق وزارة الصحة الفلسطينية أدانت في بيان لها اعتداء الاحتلال على المرافق الصحية، وما زاد من خطورة الأمر وجود عدد من مصابي فيروس كورونا داخل مجمع فلسطين الطبي، وكانت قنابل الغاز على أبواب القسم الخاص بهم، جريمة حرب يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه خرق قوانين حقوق الإنسان التي تنص على حماية المرضى والطواقم الطبية والمراكز الصحية. من مدينة رام المحتلة محمد حسين رؤيا